ينضم إلينا من نيويورك أحمد محارم الباحث السياسي. أهلا بك. أهلا وسهلا محمد. لماذا تنتشر هذه الظاهرة وكيف يهدد هذا الأمر السلم والأمن الاجتماعي داخل أمريكا؟ الحقيقة المجتمع الأمريكي بيعاني من المشكلة دي لفترة طويلة وسوف يظل يعاني، واستمرارا لما قاله رامي جبر من واشنطن، أعتقد أن الإحصائيات بتقول في سنة 2020 الذين قتلوا من أسباب الإطلاق العشوائي للسلاح كان حوالي 45 ألف مواطن، في سنة 21 بعدها بسنة 49 ألف، ففي زيادة مستمرة. ما أعرفش كمان آخر إحصائيات هتكون كام عدد المواطنين الأمريكيين، كمية أو عدد قطع السلاح الموجودة بتفوق عدد السكان. الحقيقة التشريع بيقف حائل أمام فعلا اللوبي والضغوط، لكن المسألة كمان حضرتك بتتكلمي في مدرسة، حفلة شهر جون ده بيكون يشهد تخرج المدارس الثانوية، بيكون الطلاب والأسر والأصدقاء والمجتمع كله فرحان إن أولادهم هيخشوا الجامعة. لما يحصل حادث زي كده الحقيقة بيهز المجتمع المحلي، لازم يكون في نوع من التشريع. تناولت البيت الأبيض رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، الأعضاء بتوع الكونجرس أو الأعضاء المرشحين المحتملين في المستقبل بيعولوا على الدعم السخي اللي بيجي لهم من يعني مجتمع المال والأعمال اللي جزء منه منخرط في صناعة وتجارة السلاح، فهتظل هذه المشكلة محتاجة إلى تشريع قوي، ولكن من وقت لآخر يتكلموا فيها والميديا والمجتمع المدني وحتى يطلع بعض الرؤساء يتكلمون على الموضوع، وإنه لازم يكون هناك حد لمثل هذه المشكلة، ولكن بتهدى الأمور تاني. فيبدو أن مع استمرار هذه المشكلة يمكن المجتمع المدني يكون عنده ضغوط، وكمان هناك ناس شرفاء جدا في مجال العدالة والقانون مش ممكن أبدا يسمحوا أن دي تكون الصورة الذهنية الأمريكا اللي تحرجها أمام العالم، أن أقوى دولة واللي بتتغنى بالديمقراطية يكون عندها في الداخل مثل هذه المشكلة التي تعتبر هي المشكلة الثانية بعد مشكلة العنصرية في أمريكا، إطلاق السلاح. طب ألا يوجد مطالبات شعبية في هذا الموضوع؟ الحقيقة في مطالبات وفي مظاهرات واحتجاجات بتقف بتصل عند مستوى أن صاحب القرار لازم يكون الناس الموجودين في الكونجرس. نتمنى أن في مرحلة من المراحل يكون غالبية الناس الموجودين في الكونجرس صوتهم يغلب صوت أصحاب المصالح واللوبي بتاع تجارة وتصنيع السلاح. في يوم من الأيام لازم أعتقد المسألة دي، استمرارها بهذا الشكل بيهدد حياة المواطن الأمريكي وبيهز صورة أمريكا على المستوى الداخل وعلى المستوى الخارج، إنما أعتقد أنه في يوم من الأيام لازم الصورة تتغير. لا يمكن أبدا لا المجتمع المدني ولا القضاء يسمح باستمرار هذا النوع من التساهل. كل واحد عنده أي دي يعني عمره 18 سنة يشتري قطعة سلاح، حتى بيتعامل في مسألة اللي هي تشيك سيكيورتي أو البحث الأمني عنه، بيكون بشكل يعني روتيني الحقيقة. ولذلك في كتير جدا من اللي اشتروا أسلحة واشتروها رسمي المفروض إن هم بعد ما بتحصل حوادث إطلاق نار بيعيدوا الكشف عنهم، بيلاقوا إن هم عندهم سابقة إجرامية. ومعنى ذلك إن في كمان إعادة تدقيق في إن من يشتري سلاح لازم يكون عنده خلفية أمنية تسمح له بإنه يشتري سلاح حتى لا يعرض نفسه ولا الآخرين للخطر. طب برأيك أستاذ أحمد، لماذا تنتشر هذه الظاهرة؟ مؤخرا تنتشر بكثرة أكثر. لو كنت أريد أن أدخل في سؤال ثاني، ولكن أريد الإجابة على هذا السؤال الآن. طبعا أسبابها ممكن سهولة الحصول على قطعة سلاح، لكن أعتقد السبب الأهم كمان أن المجتمع الأمريكي والميديا والأفلام بالذات للشباب والأطفال في نوع من العنف. انت تعرفي ان حصل في فيرجينيا دي في شهر يناير الماضي طفل في مدرسه ابتدائي عنده 6 سنوات اطلق النار من مسدس يبدو انه كان بتاع والده او والدته على المدرسه، والمدرسه انقذوها لكن كانت حالتها خطيره. فطبعا بداوا يتكلموا ان ما فيش في القانون من التشريع القانوني ان حد يتعامل مع طفل عنده 6 سنوات يطلق النار على مدرسته في مدرسه. ما هي الاسباب وما هي الدوافع؟ فاعتقد العنف مجرد يكون سببه الأفلام والميديا اللي بتشجع على العنف، مش موجود في أي منطقة تانية بالشكل اللي موجود في أمريكا الحقيقة. إذن شكرا لك أستاذ أحمد محارم الباحث السياسي، كنت معنا من نيويورك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.